العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي مهامه على رأس وابن القطاع، الوزارة خلفني بالقاسم زغمات. والتحق بالقطاع منذ بداية الثمانينيات، وتدرج في الوظائف وفي المسؤوليات بالجهات القضائية إلى أن وصل إلى تولي مهمة الرئيس الأول للمحكمة العليا. كما للسيد رشيد طبي مسار مهني ثري وطويل وعريض لدى مؤسسات أخرى، وهذا الشيء الذي جعله يكتسب خبرة معتبرة وبهذه الكيفية فهو يشكل قيمة إضافية، قيمة مضافة حقيقية للعدالة. كما أريد بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم جميعا ومن خلالكم إلى جميع إطارات الإدارة المركزية وموظفيها، وإلى جميع قضاة وموظفي الجهات القضائية، وكذا جميع ضباط وموظفي وأعوان مؤسسات إعادة التربية، وكذا إطارات وموظفي المؤسسات تحت الوصاية، على الدعم المطلق والمساعدة الكبيرة التي وجدتها لدى كل واحد منكم، حيث كانت مساعدة حقيقية في إطار تولي مهامي كوزير للعدل حافظ الأختام. مما لا شك فيه أن الفترة التي قضيناها مع بعض لم تكن فترة سهلة، والمهمة لم تكن مهمة سهلة، فتقلدنا هذه المسؤولية في ظروف جد صعبة. وربما الإنسان من طبعه أنه في بعض الأحيان الذاكرة تاعه تكون قصيرة. نحن الآن في جويلية 2021، فلنرجع قليلا إلى الوراء، نرجع إلى جويلية 2019، يعني سنتين فقط، ونقارن الحال والوضعية التي كانت عليها الجزائر آنذاك ووضعية الجزائر اليوم، فشتانا بين ما كانت عليه آنذاك وما هي عليه اليوم. في 2019 كانت المؤسسات الدولة شبه منعدمة، وقل ما كنا نجد رجال قابلوا المسؤولية وواجهوا الحقائق، ولكن عندما نودي علينا قلنا حاضر، تحملنا المسؤولية، واجهنا الحقائق، ورفعنا التحدي. واليوم والحمد لله بفضل الرجال وبفضل النساء المخلصين والمخلصات لهذا الوطن، في الجزائر وصلت إلى بر الأمان. اليوم لا خوف على الجزائر، الجزائر وصلت إلى بر الأمان، ولم يكن ذلك بالشيء الهين، ولم يكن بالشيء السهل، لولا تجند نتاع أبناء هذا البلد الصادقين والأوفياء. كلنا نتذكر عندما قررت السلطات العليا في البلاد تنظيم الانتخابات الرئاسية لديسمبر 2019 وما حصل آنذاك، والمزايدات التي كانت حصلت، وكثير من الناس كانوا راهنوا على فشل المسعى، وكانوا راهنوا على اضمحلال مؤسسات الدولة. وكلكم تتذكروا عندما مشينا، عندما وزارة العدل شرفت بتقديم النصين التشريعيين المنظمين للانتخابات الرئاسية، ومشينا وقدمنا النصين أمام البرلمان بغرفتيه، وكان آنذاك تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المشروع الأول وبالإجماع على المشروع الثاني، وبهما تمكنا من الذهاب إلى انتخابات رئاسية. هذه الانتخابات التي يشهد لها الجميع بنزاهتها وبنظافتها وبجديتها، وهي الانتخابات التي فاز فيها السيد عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية، ويعترف له الخصم قبل الصديق بجدارة أنه نال
هذا بالجدارة وبكل استحقاق. ثم نذكركم لمشينا في محطة ثانية وهي الدستور، إعداد الدستور وتقديم الدستور أمام البرلمان والحملة الاستفتائية للدستور. والحمد لله مشى الدستور واليوم عندنا دستور في المستوى الطموحات نتاع الشعب الجزائري. واليوم 8 جويلية 2021 تم تنصيب المجلس الوطني الشعبي، وبهذا نكون قد استكملنا المؤسسات الدولة. نعم، قد استكملنا مؤسسات الدولة بعدما كانت منعدمة في جويلية 2019، وفي الأيام القليلة إن شاء الله القادمة سوف نذهب إلى انتخابات محلية، وبها نتمم بناء صرح المؤسسات للدولة الجزائرية. وما يبقى أمامنا وأمام الشعب الجزائري إلا أن نرفع التحدي، تحدي آخر، ألا وهو البعث بعجلة التنمية والبعث بالاقتصاد الوطني. وأنا متأكد أن الشعب الجزائري سوف يرفع هذا التحدي ونخرج نهائيا من هذه الأزمة التي عشناها. وإذا كان هنالك درس نستخلصه من هذه الأزمة، هو درس ذو وجهان. الوجه الأول وهو قداسة المؤسسات، قداسة مؤسسات الدولة. لا يحق لأي كان مهما كانت وظيفته مهما كانت مسؤوليته أنه يتجرأ ويمس مؤسسات الدولة، لأن الدولة هي المؤسسات. متى بقيت المؤسسات قائمة وواقفة فالدولة قائمة وواقفة. إذن فمن هنا فصاعدا الشعب الجزائري تعلم درسا لن ينساه أبدا، وهو قدسية المؤسسات. والوجه الثاني لهذا الدرس هو المال العام، قدسية المال العام، الحفاظ على المال العام. اليوم إذا رانا عايشين ضائقة مالية فهي ناتجة من عدم احترام المال العام، من عدم تقديس المال العام. إذن هذا هو الدرس اللي استخلصناه من هذه الأزمة الخانقة اللي مرت بها البلاد، ولكن الحمد لله بفضل رجالها وبفضل نسائها استطاعت الجزائر أن تصل إلى شاطئ النجدة وإلى بر الأمان. هذه الكلمات اللي كنت باغي نقولها بهذه المناسبة السعيدة. ومرة أخرى أجدد تهانية إلى السيد عبد الرشيد طبي على فوزه بثقة سيد رئيس الجمهورية وتوليه منصب وزير العدل حافظ الأختام. وكما ساعدتموني وقدمتموا لي يد المساعدة، فأن يطلب منكم أن تقدموا له كل المساعدة في هذا الإطار، وأنا واثق من أن كلامي في الصواب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا السيد الوزير. الحق ما خليتي ما نقول. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة رئيس مجلس الدولة، السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا بالنيابة، السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، السيد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، السيدات والسادة إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لقطاع العدالة، السيدان رئيسي مجلس قضاء الجزائر العاصمة، والسيدة والسيد رئيسي المحكمة الإدارية،
للجزائر، السيدات والسادة القضاة، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في مراسيم حفل التنصيب، وأود أن أعبر في البداية عن شكري للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي لتولي منصب وزير العدل حاضر الأختام، وأتمنى أن أكون في مستوى هذه الثقة ولن أدخر جهدا لتقديم الإضافة المطلوبة في هذا القطاع الحساس. وأغتنم هذه المناسبة لأشكر زميلي وصديقي السيد بلقاسم زغماتي على المجهودات الجبارة التي بذلها خلال عامين شاقين، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد سياسيا واقتصاديا وصحيا، ولا سيما الأزمة الصحية بسبب تفشي وباء كورونا وانعكاساتها على قطاع العدالة. متمن له التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. سيدات والسادة الحضور، إن هذا التعيين هو مسؤولية ثقيلة تتطلب منا العمل بكل صدق وإخلاص وبكل ما أوتينا من جهد من أجل الرقي بمستوى القطاع بما يتطلع إليه المواطن في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة التي تعيشها البلاد. وإنني واعي كل الوعي أن التحديات التي يواجهها القضاء كثيرة وتفرض على كل الأسرة القضائية بمختلف أطيافها توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود الصادقة لنكون في مستوى ما يطمح إليه كل مواطن ومواطنة وما ينتظره، خاصة من هذا المرفق الحيوي قضاء مستقل ومحايد يضمن الحقوق ويحمي الحريات. إن استقلالية القضاء كان ضمن أهم محاور برنامج السيد رئيس الجمهورية، بل هو في طليعة أولوياته، وقد عبر في عدة مناسبات على نيته الصادقة في تكريسها وحمايتها، وقد تكلل ذلك فعليا وبطريقة ملموسة في التعديل الدستوري الأخير. إن المساعي التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية والتي عبر عنها في خطابه الأخير الموجه للأمة هي مساعي إيجابية تستحق التثمين. عبر من خلالها عن المضي قدما أو مضي الدولة قدما وبخطوات متسارعة إلى الأمام لبناء جزائر جديدة مبنية على الحوار والتشاور ومشاركة الجميع. وعلى هذا الأساس ستكون خارطة الطريق التي نعتمدها بمشيئة الله وتوفيقه في هذا القطاع هي تكملة لهذه الإرادة الصادقة. ومن هذا المنطلق سنعمل جاهدين لتوفير جو يسود الهدوء والطمأنينة ليؤدي كل مكون ينتمي للأسرة القضائية الكبيرة عمله في ظروف لائقة بنبل القطاع ومكانته. كما ستتركز جهودنا أيضا على تحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكييفها مع التعديل الدستوري الأخير، لا سيما القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل مجلس أعلى للقضاء وعمله وسيره والقوانين العضوية المتعلقة بعمل المحكمة العليا ومجلس الدولة واختصاصاتهما، دون أن ننسى مدونة أخلاقيات المهنة التي من خلالها سيتم إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية التي يجب الالتزام بها للنأي عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة مهنة القضاء وهيبتها. وعلى صعيد آخر يشكل استرجاع الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد تحدياً آخر ينبغي رفعه والعمل من أجله بكل السبل واستعمال كل القنوات لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت في إطار مسعى وطني يهدف إلى لم مقدرات الأمة وخيراتها مثل ما وعد بذلك السيد رئيس الجمهورية. وفي الأخير أتمنى من كل السيدات والسادة إطارة الوزارة وكل المواطنين بمختلف رتبهم مواصلة الجهود لنكون في مستوى التطلعات، كما أجدد شكري وتحياتي الخالصة للسيد الوزير القاسم زغماتي على المجهود الكبير الذي بذله في هذه الدائرة الوزارية. أشكركم جميعا على حضوركم هذه الجلسة، وأتمنى أن يسدد الله خطانا جميعا لتحقيق ما يصبو إليه الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم جميعا على الحضور والإلقاء مرفوع.
شكرا سيد الوزير.